لنقل هذا المباشر لكلمة رئيس حزب الحكم الراشد بغدا الإعلان عن نتائج التشريعيات. كنا نحسب أنفسنا من بين النخب السياسية الناشئة الطامحة لإحداث التغيير وتحقيق التجديد، وكان شعارنا طبعا في هذا التحدي نبادر ولا نغادر، فبقينا ثابتين على وجودنا السياسي، بقينا ثابتين في أدائنا السياسي إلى أن وفق الله تبارك وتعالى أن انخرطنا جماعيا في الهبة الشعبية المباركة تحت مسمى الحراك الشعبي المبارك الأصيل، الذي نحسب أنفسنا أحد جزيئاته ونحن منه وهو منا. هذا الحراك الذي حرر النخبة السياسية وأيضا حرر الإرادة الشعبية بعدما حقق الكثير من المقاصد، وعلى أبرزها الحيلولة دون توريث نظام الحكم لآل بوتفليقة أو حتى للقوى غير الدستورية التي كانت تشتغل خارج الشرعية الدستورية، بل خارج الشرعية الشعبية بعد أن تم بامتياز رفض العهدة الخامسة، وما تبعه طبعا من مقاصد أخرى: متابعة، مساءلة، محاكمة ومعاقبة بعض الذين أساءوا إلى ثقة الشعب، وأفسدوا ممكن جدا الإدارة والتسيير الذي كان ينبغي أن يبنى على أساس مبدأ المساواة وقاعدة تكافؤ الفرص، بما يكرس سياسة التوازن الجهوي وبما يعزز الإرادة الشعبية في حقها الأصيل المكرس في المادتين 7 و8، كون أن الشعب مصدر كل السلطات وأن الشعب يمارس هذه السلطة عبر آليتين، إما بالاستفتاء أو الانتخاب. أولئك الذين منهم من يقضي نحبه في السجن، ومنهم من ينتظر في أروقة العدالة، ويبقى طبعا بين هذا وذاك طريق التغيير شاق وطويل، يحتاج إلى نفس عميق، يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج إلى توافق إرادة مجتمعية سياسية كلها على بعضها من أجل إحداث التغيير. فالتغيير لا يكون بفرد ولا يكون بانتخابات تشريعية في أحد المحطات التي استوقفتنا أو تستوقفنا في سياق إنجاح ترشيد مسار الانتقال الديمقراطي، وهذا الذي يهمنا في الجزائر. كيف ننجح جماعيا في ترشيد وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي الذي بدأت فعالياته منذ الوهلة الأولى لانطلاق تسونامي الحراك الشعبي المبارك الأصيل يوم الجمعة 22 فبراير 2019. لعل من المقاصد الأخرى التي تم تحقيقها هو الاستجابة لطموحات بعض النخب السياسية والشعبية منها بإحداث سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، وكانت تجربة فريدة من نوعها تحتاج منا جميعا إلى مزيد من المرافقة، مزيد من التعاون، مزيد من التكامل، ومزيد من التشجيع، رغم ما شابه من بعض التقصيرات هنا وهناك على مستوى المحلي، إلا أن النية تبقى ثابتة وصادقة في أن نؤسس لحماية الهيئة، أن أصوات الهيئة الناخبة، أن نؤسس للتمكين لحق الإرادة الشعبية في ممارسة حقها الأصيل، في أن تكون قولا وفعلا وعملا مصدرا لكل السلطات عبر ما يفرزه الصندوق وعبر ما تقره الهيئة الناخبة. ثم توج هذا المسعى في محطة أولى بانتخابات رئاسية أفضت إلى انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، وهو بدوره بادر بإصلاح سياسي في محطة أولى التعديل الدستوري، وشفنا مع بعض نسبة المشاركة كانت محتشمة ولا تعبر عن الوعي السياسي ولا عن النضج الديمقراطي ولا عن الطموح الجماعي للنخب الشعبية والسياسية على حد سواء، خاصة وأننا في مرحلة استثنائية. وما أعقبها أيضا من انتخابات تشريعية التي نحن بصدد تقييمها ولو في جزء منها، طبعا بعد استدعاء الهيئة الناخبة من لدن السيد رئيس الجمهورية، في جبهة الحكم الراشد استجبنا لخطاب استدعاء الهيئة الناخبة، وقمنا بسحب الاستمارات عبر 52 دائرة انتخابية
وقتها أيضا مشينا في جمع التوقيعات، رغم أنه كان عمل مضني، إلا أنه في النهاية كان رغم أن هذا العمل كان عمل مضني، كان عمل شاق، كثير من مكاتبنا الولائية يعني بالهياكل القاعدي الحزب كانت بالنسبة لهم تجربة جديدة، ولكن في النهاية حالفنا الحظ بتوفيق من الله أننا جمعنا النصاب القانوني العددي لعدد الولايات بأكثر من 44 ولاية إضافة إلى 4 مناطق بالخارج، العددي بالنسبة لعدد الاستمارات بما يقارب 30,000 استمارة موقعة توقيعا صحيحا وبمحضر صادر عن المندوبيات المحلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. كل هذا شجع على أن تكون لنا بصمة في هذه الانتخابات. شاركنا بقوائم ترقى إلى الاحترام والتقدير لما فيها من نخب وكفاءات شبابية نسوية ورجالية، يعني من أبناء ومن خيرة أبناء وبنات الشعب الجزائري، وهذه حسنة أخرى تحسب لتعزيز الإرادة الشعبية، أن فيه الآن وعي، فيه إدراك لحجم المسؤولية الملقاة على أبنائنا وبناتنا بالنظر إلى حجم القوائم التي تم عرضها على الهيئة الناخبة من قوائم أحرار ومن قوائم باسم أحزاب سياسية. احنا في جبهة الحكم الراشد اجتهدنا في أن نكون في مستوى المسؤولية لما اخترنا خيارنا من أبنائنا وبناتنا وعرضناهم على شعبنا داخل الوطن وخارجه بالمهجر. إذن هذا نصيب من المسؤولية تحملناه عن جدارة واستحقاق، وكنا في مستوى هذا التحدي وما كانتش العملية سهلة، ليس كما حدث في بعض البيوت والعائلات السياسية. احنا فقط في عملية الانتقاء والاختيار أسندنا الأمر للجان الترشيحات على مستوى الولايات بناء على قاعدة أهل مكة أذرع بشعابها، مع احترام بعض المعايير منها ما هو مكرس في القانون العضوي للناظم للانتخابات، لا سيما ما تعلق بأحكام المادة 91 والمادة 191 والمادة 200. وكانت النتيجة في أرض الواقع أننا لم نتعرض إلى كثير من حالات الإقصاء أو الرفض، فتقريبا كل الولايات التي شاركنا فيها لم نتلقى حالة رفض أو إقصاء إلا ما تعلق بحالتين أو ثلاث، حالة في تلمسان، حالة في البويرة، حالة في حالتين في سوغاراس، وحالة في جيجل. يعني حتى الحالات يعدون على أصابع. علاش؟ لأننا اجتهدنا بكل إخلاص في أن تكون قوائم جبهة الحكم الراشد في مستوى تطلع الإرادة الشعبية الطامحة إلى التغيير، الطامحة إلى إشراك كل النخب الشبابية والشعبية وحقهم في المشاركة الانتخابية. بقات الآن يوم 12 جوان، بقات المسؤولية على عاتق الهيئة الناخبة اللي تمثل الإرادة الشعبية، لأن مرحلة الانتخابات تاع 12 جوان بامتياز هي مرحلة حسن اختيار منذ انطلاق فعالية الحراك الشعبي المبارك الأصل يوم 22 فبراير 2019 إلى يوم الانتخابات، كانت فترة بامتياز، كانت أزمة بامتياز لمن أزمة من يملك الرأي ومن يملك الحل. بعد استدعاء الهيئة الناخبة وتحديد 12 جوان كيوم انتخاب وطني لحسن اختيار من يمثل الإرادة الشعبية في المجلس الشعبي الوطني بما يؤسس لإصلاح مؤسساتي إيجابي، هنا دخلنا في مرحلة حسن الاختيار. فجزء من الهيئة الناخبة بما يقدر ب 70% ما تحملش معنا مسؤولية التغيير، ما شاركش معنا، لأن احنا نسمعه الآن في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب وبعض القنوات الإعلامية أن هناك تعليقات بالإيجاب وبالسلب على نسبة 30.20 والتي تحمل أكثر من دلالة. الدلالة الأولى أنها أبرزت الوجه الإيجابي
للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها نقلت الحقيقة كما هي عليه في الواقع، على عكس ما شاهدناه وعشناه مع بعض في سابق هذا العهد، لما كانت النسبة الحقيقية 15 أو 20 أو 30%، ولكن في الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات تلقى النسبة تعرضت إلى تضخيم تتجاوز 50%، وكان الشعب يستهجن هذا السلوك ويقول يا ولدي ماش هذه النسبة الحقيقية وماش هذا هو المطلوب. فهذا جزء من الحقيقة، يعني هذا حسنة من الحسنات التي تحسب للسلطة الوطنية المستقلة الانتخابات، وإحنا رافقناها في الميدان لما عقدنا أكثر من 25 تجمع، عقدنا أكثر من 31 تجمع، وأكثر من 11 عمل جواري عبر أكثر من 40 ولاية، إلا بعض الولايات اللي ما قدرناش نوصلهم بالنظر إلى محدودية الإمكانيات المادية للحزب. إحنا ما ناش حزب تاع شكارة، ما نا حزب تاع المال والأعمال، احنا حزب سياسي يعني بنية من أفكار وإرادة ويعبر على ضمير جماعي لإرادة بعض النخب الإيجابية في هذا المجتمع. معانا كثير من النخب الشعبية والأكاديمية والسياسية والإعلامية والمدنية، وبالتالي مجهوداتنا انسجمت مع مقدراتنا وإمكاناتنا. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا جانب من ندوة صحفية التي نشطها رئيس جبهة الحكم الراشد حول نتائج التشريعيات، وكان هذا جانب من هذه الندوة الصحفية. نعود إلى محمد بروبي والجولة الرياضية. نعم زميلتي ريما، ونبقى مع المباشر.